بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتوره مي كبران، مدرس باثولوجي. ان شاء الله هنتكلم النهارده على المايكوس فانجويد اللي هي الموست كومن كوتينيوس تي سيل لينفوما. وطبعا الليمفوما هي عباره عن مالجنت تيومر اوف ذا ليمفوسايتس. اوكي، حبيت بس اقول لكم ان الليمفوما والمايكوس فانجويد هي الموست كوتينيوس تي سيل لينفوما. ونعرف انواع الكوتينيوس تي سيل لينفوما، في عندنا الام اف، وعندنا السيزاري سيندروم، والبرايمري كوتينيوس تي سيرتي، والليمفويد بابيلوزز، والانابلاستيك لارج سيل لينفوما. طبعا الام اف ليه انواع، في نوع كلاسيك، وفي جرانيولوماتس، وفي اللي هو فوليكولوتروبيك او الميوسينس كمان ام اف. اوكي، غالبا المايكوس فانجويد دي موست كومن، وهي لو جريد لمفوما وكمان سلولي بروجريسيف. اوكي طيب، كمان عندنا بعد كده المايكوس فانجويد كانستنس، هي اهميتها ان هي اكتر ذا موست كومن نون هوجكن كوتينيوس تيزي لمفوما، وده تبع ال WHO European Organization Research Treatment Cancer Classification of Skin Lymphoma. هي كلينيكالي بتيجي في ال non exposed area في صورة باتشز او بليك او نوديولز، ممكن تيجيها مع اتروفي، ممكن يبقى معاها سكيلز قشرة او هايبر بيجمنتيشن، ممكن يبقى لونها بينك. اوكي، ممكن تبقى سكين كولرد. الدايجنوزز ان احنا بناخد منها سكين بايوبسي، وهنلاقي في الهيستوباثولوجي اتوبيكال لينفوستيك انفلتريت، يعني لو ده الابيديرمس هتلاقي اتيبيكال لينفوسيتك انفلتريت اتاكينج ذا ابيديرمس، فبنسميها ايبوديرموتروبيزم. يعني ايه ايبوديرموتروبيزم؟ يعني مايجريشن اوف ذا لينفوسايت توورد ذا ابيديرمس ان ذا ابسنس اوف اكسوسايتوزيس، زي ما خدنا قبل كده مع الدكتوره ماجده. اوكي، وساعات مرات كمان الليمفوسايتس دي بيتجمع حواليها ماكروفيجز في الابيديرمس، وتعمل حاجه اسمها بوترير مايكرو ابسس. اما عن الاميون هيستو كيمستري، لو حبينا نعمل دايجنوزز بنشخصها، بنبقى اهم ماركر بنعمله هو سي 4. طبعا هي تبقى بوزيتيف لل 3 كمان، وتبقى ابسنت سي 7، فيقول لك مين الماركر اللوست، هو ابسنت سي 7 كمان نيجاتيف سي 8. ولكن في بعض المايكوس فانجويد ممكن تبقى بوزيتيف لل 4 وال 8، بيسموها الدبل بوزيتيف مايكوس فانجويد. الستيجنج مش طبعا مش مهم قوي بالنسبه لكم. امتى نقول على الحاله دي هي اريثرو سيزاري سيندروم؟ هنقول على سيزاري سيندروم امتى؟ لو في اريثروديرما اكتر من 90%، لو في ليمف ادينوباسي. يعني ايه اريثروديرما؟ يعني في فارما اريسيما، ولو في بقى بلاد انفولمنت بدا مش بس على مستوى نديولز في السكن، لا في كمان سي دي 4 و 8 ريتشيو اكتر من 10، وكمان في blood involvement، يبقى ده معناه ان ده ايه؟ سيزاري ايه سيندروم، لان نلاقي خلايا السيزاري سيلز دول في الدم. اوكي طبعا ده شكل ايه السيزاري سيندروم، في اريثروديرما، في فيرما اريسيما، و blood involvement، و 4-8 ريتشو اكتر من 10، و هنلاقي برضو السيزاري سيلز، و median survival rate اقل من 2. طبعا ده اجريسيف اكتر من المايكوز فانجويدز. لما نيجي نبص زي ما احنا قلنا ازاي بنشخص المايكوز فانجويد حسب الستيج، قسمناها في ستيج اسمها ايبيديرموترابيك ستيج او الباتش ستيج. هتلاقي فيها ليمفوسايتس اتاكينج ذا ايبيديرمس، وهتلاقي الليمفوسايتس عامله ايه كلير هيلو، يعني هتلاقي حوالين النيوكليس حواليها فراغ ابيض كده، فبيسموها ايه ايبيديرموترابيك سيلز. انه في مايجريشن اوف ذا ليمفوسايت تووردز ذا ايبيديرمس ان ذا ابسنس اوف ايديما في الايبيديرمس، ده بنسميها ايبيديرموتروبيزم. تاني حاجه اللي هو البليك ستيج، يبدا يبقى فيه البوتري مايكرو ابسس، ان هتلاقي الليمفوسايتس وماكروفيجز عامله مايكرو ابسس، بنسميها بوتري مايكرو ابسس. في مرحله ثالثه بقى اسمها تيومرس ستيج، هتلاقي كل الليمفوسايتس اللي هي الاتيبيكال ليمفوسايتس من الابيديرمس للديرمس ديب داون، دي بنسميها ايه التيومرس ستيج. برضو من ضمن الحاجات ان انت تلاقي وايرلي كولاجين، تلاقي الكولاجين باندل عامله كانه زي ايه الواير. الابيديرموتروبيزم هتلاقي الخلايا نفسها الاتيبيكال سيلز حواليها ايه هيلو، حواليها فراغ ابيض، ده مهم جدا. فاهم حاجه في الباتش ستيج الابيديرموتروبيزم، البليك ستيج البوتري مايكرو ابسس، والتيومر ستيج هتلاقيها كل اتاكن كل الدرمس كله مليان نفس ايه المنظر. اوكي طيب،
اهم حاجه ان هي السي تي سيل لمفوما، وتحديدا السي دي 4 تي سيل لمفوما، عشان كده بتبقى بوزيتيف للسي دي 3 وتي 4 في الاخر خالص، بيبقى فيه ابسنس للسي دي اي 5. اوكي، لوس اوف سي دي 7، لوس اوف سي دي 7 او ابسنس سي دي 7 بيبقى ايه كومن موجود، ممكن يبقى فيها سي دي 8 بوزيتيف بس مش فريكوينتلي يعني. اوكي، طبعا بيديهم انترفيرون الفا واور ريتينويدز وانترلوكين 12 يعني كتريتمنت، لان هو ايه slowly progressive، وطبعا هو بيتشخص بكلينيكال مع باثولوجيكال بايوبسي، ف depending على الستيج اللي هو موجود فيها. اوكي، اتمنى تكون النهارده المحاضره سهله، وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.